التحية بدءا للفنان الكبير مبارك البخيت، وزي ما قلنا احنا بنكرر عزائنا له ولأسرته على هذا الفقد الجلل. بنعاود مواصلة فقراتنا لهذا اليوم، سعيدين جدا في هذه المساحة الحديث حول مؤتمر البصريات العلمي العالمي الثاني بحضرة ضيوف معانا داخل الاستديو، دكتورة منال الشريف رئيس اتحاد البصريات، ودكتور شهاب حمدنالله عميد كلية مكة لطب العيون. سعيدين بوجودكم معنا، كيف أحوالكم؟ صباح النور، يا مرحبا، أهلا وسهلا. سعيدين يمكن احنا اليوم باطلالتكم معانا حديثا حول مؤتمر البصريات العلمي العالمي الثاني. بدءا حبدا معاكي دكتورة منال، وخلينا نتكلم اول حاجه وندي المشاهد اللي بتابعنا فكره ونبذه عن نشأة البصريات في السودان. في البداية شكرا قناة 24، القناة الجميلة أصبحت أكثر حضورا. فنبذة عن البصريات. البصريات كعلم قديمة جدا في السودان، أنشئت كلية علوم البصريات في معهد البصريات العالي عام 1954، نظام الدبلوم 3 سنين، وكانت بعدد محدود جدا من الطلاب، ياخذوا كل 10 طلاب يتم لحد ما يخلصوا 3 سنين يتم تخريجهم، حتى بعد ذاك ياخذوا دفعه ثانيه. حصل تطور كبير جدا في علم البصريات في السودان، وتحولت من معهد الى كليه علوم البصريات، والان عدد خريجي كليه علوم البصريات فاق 2000، وعدد من الطلاب حملت درجة الماجستير، وعدد منهم حملت درجة الدكتوراه. والبصريات السودانية هي الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط. وعلمانا في البصريات لهم الدور في تأسيس علم البصريات في كل الدول اللي حوالينا. منو بدي التصنيف ده الأولى في أفريقيا يعني؟ الأولى كتاريخ يعني. البصريات السودانية في 1954 أول كلية بصريات في أفريقيا والشرق الأوسط. ونحن الحمد لله الآن أصبحنا مرجع لكثير من كليات البصريات اللي أنشئت في المنطقة، وأساتذتنا هم اللي أنشئوا الكليات دي، وهم اللي بيدرسوا فيها وبيدربوا الطلبة اللي بيعملوا فيها. فنحن أساس لكثير من دول المنطقة في علم البصريات. طيب دكتور شهاب، نمشي للمؤتمر ذات نفسه. مؤتمر البصريات العلمي العالمي الثاني، نتعرف فيه أكثر برضه حول المؤتمر، يعني شنو الأشياء حتكون فيه؟ بمشاركة مؤسسة البصر الخيرية. صحيح. نعم، أنا شاكر لكم للاستضافة. أنا أمثل مؤسسة البصر الخيرية العالمية اللي هي الراعي الماسي للمؤتمر، وده دور وواجب علينا، لكن دكتورة منال هي كل التفاصيل وما يلي المؤتمر كرئيسة لاتحاد البصريات. لو تكمل. طيب نرجع لك دكتور. مؤتمر البصريات، ايوه، مؤتمر البصريات العلمي العالمي الثاني المنعقد بفندق كورنسيا في تاريخ 10 و11 فبراير تحت رعاية رئاسة الجمهورية. المؤتمر يحوي عدد كبير جدا من المحاضرات والأوراق العلمية، في حدود 51 محاضرة وورقة علمية، و7 ورش عمل يشارك فيه عدد كبير جدا من الأساتذة والدكاترة من مختلف دول العالم، أساتذة بجامعات وكليات علوم البصريات بمختلف دول العالم، فيهن من أمريكا، من بريطانيا، من ماليزيا، من الهند، من جنوب أفريقيا، من نيجيريا، من دول عربية زي لبنان والأردن والأمارات والسعودية. وفيه حضور عالي جدا للزملاء من داخل وخارج السودان. والمؤتمر إن شاء الله حيكون تظاهرة علمية كبيرة جدا، ونحن الحمد لله سلطنا عليه كثير من الضوء الإعلامي، ولينا عدد من الشركاء لينا في المؤتمر ده وفي إنجاحه. نحن بنفتكر الإعلام له دور في الحتة دي، والرعاة كمان لهم دور. نحن لينا عدد من الرعاة في رعاية المؤتمر، منهم طبعا رئاسة الجمهورية هي الراعي الرسمي للمؤتمر، جامعة النيلين هي الراعي الأكاديمي للمؤتمر، وعندنا عدد من الرعاة، منهم الراعي الأكبر الراعي الماسي هي مؤسسة البصر الخيرية. عندنا رعاة ذهبيين، منهم مركز السودان للعيون، فيصل اوبتيكال، محمد نور للنظارات، ما عايزه انسى زول، محمد نور للنظارات، شركه الشهاب الطبيه، شركه سماسو الطبيه، شركه يونيفارما الطبيه، ده رعاة ذهبيين. عندنا رعاة فضيين منهم مركز الفيصل للعيون، ومركز الزرقاء للعيون، ومركز حوراء للبصريات، ومركز مارطة للبصريات، وشركه منتروزا الطبيه، وراعي منظمة الامكو اللي هي منظمة البصريات في الشرق الأوسط وحوض المتوسط. وده الحدث المهم المصاحب للمؤتمر، إن شاء الله حيكون عندنا اجتماع لمجلس البصريات في الشرق الأوسط وحوض المتوسط، حيكون بكرة إن شاء الله الجمعة في الساعة 7:30 مساء بفندق كورال. الامكو هي منظمة تضم كل المنطقة من المغرب إلى باكستان وإيران، نحن عضو فيها. رئيس الامكو من الأردن حيكون حضورا في المؤتمر ويشرف المؤتمر. ونحن في السودان نائب الرئيس، أنا أتشرف بأنه أنا نائب رئيس منظمة البصريات في الشرق الأوسط وحوض المتوسط. ده الحدث المهم أن نحن مركزين عليه ومصاحب للمؤتمر، وحيكون فيه حضور كل الدول دي، ما يفوق 30 شخص حضورا للاجتماع، وحيكون حضورا للمؤتمر. في المؤتمر فيه حضور عالمي مكثف كبير جدا، قرابة 50 شخص من دول مختلفة حيحضروا المؤتمر. نحن حريصين أنه نحن نعرفهم عن السودان وثقافة السودان وعلم البصريات الموجود في السودان، فبفتكر انه الاعلام ممكن يكون له دور كبير في الحته دي، فنتمنى وجودكم كلكم معنا. والدعوه لكم خالص ما شاء الله على الذاكره، والدعوه لكم من الان لانه تكون حضور في المؤتمر وتقابلوا ضيوفنا. اكيد اكيد دكتوره منال، اكيد يعني دي مشريات خير في انه فعلا نعرف دول اخرى بتاريخ البصريات في السودان ونشأة البصريات في السودان. هنتقل الحديث معاك دكتور شهاب، واحنا بنتكلم عن مؤسسة البصر الخيرية. خلينا نتكلم عن دور المؤسسة والمحاور اللي بتعمل فيها. مؤسسة البصر الخيرية تأتي رعايتها الماسية لهذا المؤتمر ليس تفضلا، ولكن الخدمة متكاملة في مجال مكافحة العمى وطب العيون. وحتى العام الماضي تشرفنا برعاية المؤتمر الأول. هذه المؤتمرات نتائجها المباشرة أوراق علمية ونقاش ثر والتقاء مع كوادر في طب العيون، تنشأ عنها شراكات جديدة وخدمات أكثر في مكافحة العمى. لأنه واحدة من الأعمدة طبعا بتاعت مكافحة العمى البصريات. مؤسسة البصر تعمل في خلال لمكافحة العمى من خلال تقديم الخدمات الطبية في طب العيون من خلال مستشفيات، ومخيمات العيون المجانية التي تصل للمرضى يا إما لضيق ذات اليد أو بعد المكان، فبتمشي لهم المخيمات تقدم خدمات. عندنا محور ثالث نعمل فيه واللي هو الصحة المدرسية، نقوم بعمل مسوحات طبية في طب العيون. ومحور هام جدا الذي أمثله اللي هو المحور الأكاديمي لمؤسسات أكاديمية تعنى بتأهيل الكوادر العاملة في مجال طب العيون خدمة لمكافحة العمى. طيب دكتورة منال، برضو بالعودة يعني للمؤتمر ذات نفسه، يعني واتحاد البصريات، شنو الاشياء الجديده حتقدموها من خلال المؤتمر؟ يعني متوقع لنا المؤتمر مكاسب جديده ممكن نقول عليها. المؤتمر تحت شعار معا لرعايه افضل للعيون، فنحن حابين ناكد على دور اختصاص البصريات في الرعايه الصحيه الاوليه للعيون. ونحن بنلاحظ انه الكثيرين ما بيعرفوا عن دور اختصاص البصريات، والحمد لله يا كليات البصريات في السودان اصبحت اكثر من واحده، يعني يمكن في 3 كليات البصريات، وعدد اخصائي البصريات في تزايد والحمد لله. فنحن حريصين انه يتفعل دور اخصائي البصريات حسب التعريف الموجود عالميا. عالميا يعرف اخصائي البصريات هو اخصائي رعايه صحيه اوليه. فنحن في مجتمعنا والمناطق المتراميه والبعيده يصعب وجود فيها كوادر في طب العيون، ممكن اخصائي البصريات يكون هو الكادر الاول والاساسي في الرعايه الصحيه الاوليه للعيون. فنحن ده شعارنا، وحريصين انه نحن نوصله لجهات المسؤوله ونوصله للمجتمع، ونعرف بدور اخصائي البصريات خدمه للمجتمع ان شاء الله. ان شاء الله. شنو الاوراق دكتوره منال اللي انتم بتطمحوا بانكم انتم تطلعوا بها من هذا المؤتمر، او المخرجات اللي انتم فعلا عايزين تطبقوها خلال المستقبل؟ المؤتمر زي ما قلت هو متنوع، يعني فيه البصريات فيها عدد من التخصصات، يمكن تصل 10 تخصصات. نحن ركزنا على انه كل التخصصات دي نغطيها، لكن مركزين اكثر على شعار المؤتمر وهو دور اخصائي البصريات في الرعايه الصحيه الاوليه. فحيكون فيها تدريب واسع من خلال الورش ومن خلال المحاضرات على الرعايه الصحيه الاوليه للعيون ودور اخصائي البصريات في العمل ده. ان شاء الله. طيب ننتقل لك دكتور شهاب، برضه نتعرف على دور مؤسسة البصر الخيرية في مكافحة العمى بشكل كبير جدا. يعني بنسمع دائما انه في حملات كثيرة جدا لمكافحة العمى، حملات كثيرة جدا للعلاجات اللي بتكون مجانية وما شابه من ذلك. نعم، مكافحة العمى عنوان كبير لعمل كبير وشاق تحت مظلة كبيرة جدا اللي هي الرؤية 2020. مؤسسة البصر وكل المنظمات الطوعية الأخرى اللي تعمل في هذا المجال تحقق في أهداف هذه المبادرة. من ضمن الأهداف إنشاء كلية مكة لطب العيون اللي هي بتأهل كوادر مساعدة في مجال الأوفثالميك أسيستنس، المساعدين الطبيين وتقنيي العيون. ومؤخرا كما ذكرت الدكتورة منال منذ الخمسينات كانت كلية واحدة للبصريات، فكان لنا شرف أنه نحن نكون الكلية رقم 2 التي تتبنى برنامج بكالوريوس شرف البصريات في العام قبل الماضي. والآن ما شاء الله بعض الجامعات في الطريق، والحوجة كبيرة جدا كما ذكر الدكتورة منال لاختصاصي البصريات، لأن العمل يقوم على أكتافهم في مجمله في مكافحة العمى. بالعودة لكلية مكة، هذه كلية متخصصة يعني أنشأتها مؤسسة البصر الخيرية العالمية من ضمن البرنامج لمكافحة العمى. فكل البرامج التي نقوم بها أو نتبناها في مجال طب العيون بالإضافة إلى البرامج التدريبية والعملية في مجال طب العيون. نعم، بالعودة لك دكتورة منال والحديث حول المؤتمر، خلينا نتكلم برضو عن مدى تفاعل الأطباء السودانيين العاملين في مجال البصريات بهذا المؤتمر، ويعني مدى تقبلهم لأنه يكون في فكر جديد ونظرة جديدة للسودان من الخارج حول مجتمع البصريات ونشأة البصريات وأخصائي البصريات الموجودين في السودان. الحمد لله التفاعل عالي جدا جدا، وقبول الناس وفرحتهم بالمؤتمر كبير جدا، لانه زي ما قلت لك المؤتمر فيه مشاركه واسعه جدا، وان شاء الله حيكون فيه فرصه لتبادل الخبرات وللتبادل العلمي ما بين، يعني احنا ركزنا على علماء كبار من دول مختلفه في المجال يعني، فالتفاعل كبير جدا من الداخل ومن الخارج. ونحن كان عندنا قبل 2016 مؤتمر ايضا كان مؤتمر عالمي وكان كبير، لكن المره دي العدد المشاركين من برا اكبر، فالتفاعل اكبر، والحمد لله التفاعل من الداخل اخصائي البصريات واخصائي العيون وكل العاملين في المجال. فنحن في مجال طب العيون كلنا بنكمل بعض، اخصائي البصريات عددهم اكبر، دورهم زي ما قال لك دكتور شهاب او زي ما هو معروف دورهم اكبر في مجال طب العيون، يعني معظم معظم الفحوصات اللي بتتعمل في مجال طب العيون بيعملوها اخصائي البصريات، فاخصائي البصريات دوره كبير جدا جدا، لكن الشيء المؤسف قد يكون ما معروف للكثيرين. فنحن واحدة من أهدافنا في المؤتمر ده غير الجانب العلمي نعرف بأخصائي البصريات وبدوره عشان حتى الناس تعرف 200 تلجأ لأخصائي البصريات أو أخصائي البصريات ممكن يخدمها في شنو، أكيد هو دور كبير يعني. صحيح. طيب دكتور شهاب، يعني لو جينا برضو ما بين المؤتمر ما بين كلية مكة ومؤسسة البصر الخيرية، شنو الأشياء اللي ممكن تستفيدوها من خلال مؤتمر عالمي علمي زي ده؟ يعني هي بالضرورة ستكون فرصة سانحة لمقابلة كبار العلماء والأساتذة في هذا المجال. ونحن كشق أكاديمي لمؤسسة البصر دائما نسعى لخلق علاقات مع هذه الشخصيات المميزة، والآن بدأنا في تأسيس مركز للتدريب في طب العيون، حتى يعني التدريب على كثير من انواع الفحوصات او العمليات الجراحيه وكذا. فالان نحن بصدد تطوير المركز التدريب بحيث يضم كل أقسام البصريات، لأنه نحن يعني عندنا كليات بصريات، فبالضرورة في الهدف العام في مكافحة العمى أنه نهتم بمسألة التدريب، لأنه لا وجود لمثل هذه المراكز في المنطقة. فإن شاء الله حتكون عندنا مشاركة إيجابية جدا وكبيرة بإذن الله في الموضوع. بالعودة لك دكتورة منال، واحدة من المشاكل اللي أنت ذكرتيها في حديثك، أنه قلتي أنه في كثير من الناس ما بتعرف دور أخصائي البصريات. خلينا نتكلم عن المشاكل أو المتاريس الصعابة اللي بيلاقيها أخصائي البصريات في عالم البصريات عموما في السودان، واللي أنتم بتطمحوا لأنكم أنتم تقللوا منها أو أنكم تحاولوا أنكم يعني تعالجوها بشكل أو آخر من خلال المؤتمر ومن خلال مشاريع مستقبلية قادمة. أنا زي ما قلت لك إنه البصريات في المنطقة ككل الرائد البصريات السودانية يعني، وخريجين البصريات يغطوا كل المنطقة بالذات منطقة الخليج يعني، ومعرفين ومقيمين يعني في منطقة الخليج. نحن في السودان يمكن الفرص بتكون ضيقة في العمل يعني في القطاع العام، بتكون الفرص ضيقة في التدريب. في القطاع الخاص الناس بيشتغلوا في مراكز البصريات، نحن عندنا عدد من أقسام البصريات من التخصصات، ففي مراكز البصريات الفرصة بتكون محصورة في فرصتين أو ثلاثة، ففرص التدريب بتكون ضيقة. في المستشفيات العامة الفرص ضيقة في العمل، إذا بيقل فرص التدريب، بالإضافة لأنه في البرنامج العام يعني بتاع الدولة فرص التدريب بتاعتنا بتكون ضيقة. عندنا مشكلة ثانية نحن نتمنى من خلال المؤتمر ده واحتكاكنا بالمسؤولين برضو نسلط عليها الضوء ونلقى لها علاج. نحن زمان يعني كانوا أخصائي البصريات يسموا فني بصريات. من منتصف التسعينات طلع مرسوم وصدق عليه من رئاسة الدولة بأنه أخصائي البصريات حسب التعريف العالمي الموجود هو أخصائي بصريات، أخصائي رعاية صحية أولية. فالمرسوم ده هو طلع من مجلس الوزراء، لكن الشيء المؤسف في وزارة الصحة لحد الآن ما طبق يعني. نحن في ملفات في وزارة الصحة استيل موجودين فني بصريات، فنحن بنفتكر إنه ده ظلم لينا وجزء من حقنا الأدبي إنه نحن أصبحنا خريجي بكالوريوس درجة الشرف وعندنا خريجية حملة ماجستير ودكتوراه واستشاريين في مجال البصريات، استيل في وزارة الصحة يسموا فنيين، فافتكر ده إنه ظلم أدبي لهم. فدي واحدة من الحاجات اللي نحن برضه يعني حابين يتم معالجتها من خلال المؤتمر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نحن في الختام مساحة أخيرة لأنه ممكن نذكر بالمؤتمر ونذكر بأهم الأوراق اللي هتقدم لنا معاك دكتورة منال. مؤتمر البصريات العلمي العالمي الثاني المنعقد بفندق كورنسيا في 10 و11 فبراير برعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة، بيشاركوا فيه عدد كبير جدا من الداخل والخارج. في هتقدم فيه 51 ورقة علمية ومحاضرة و7 ورش عمل متنوعة، ويشارك فيه زي ما قلت عدد كبير من الداخل والخارج ولنا عدد من الرعاة. فدي فرصة أنا أشكر كل الرعاة والمساهمين معنا في إنجاح العمل ده، وعلى رأسهم مؤسسة البصر الخيرية. والله أنا لا أملك إلا أن أشكركم أنتم، وسعيد بهذه الاستضافة والتمنيات الخالصة لنجاح المؤتمر. ومؤسسة البصر دائما ستكون داعمة لكل الأنشطة التي تعمل في مجال مكافحة العمى، وبالتوفيق إن شاء الله.